مشروع الواجهة البحرية من المشاريع المهمة على كورنيش الدمام. جميل، مكان واسع وحلو، لا يفوتكم إذا جيتوا كورنيش الدمام. واللي يحب سيارات الفود تراك، سيارات الأطعمة، لا ينسى يجي هالمنطقة عند الواجهة بالضبط، عند الواجهة البحرية في بدايتها، سيارات للأطعمة وللكافي وسيارات جميلة ما شاء الله. ما شاء الله الواجهة البحرية حاضنة للفعاليات والمهرجانات ما شاء الله. الواجهة البحرية في الدمام مكان للتنزه، هو كورنيش، هو منتزه، هو مكان للألعاب، هو مكان لممارسة رياضة المشي، مسطحات خضراء، مكان واسع ما شاء الله، يعني مكان صراحة يعجز الكلام عن وصفه. واخيرا انتهت جولتي وان شاء الله انبسطتوا. والى متابعيني في القناة اليوتيوبية، لا تنسون اشتراك، لايك، وكومنت، تعليق صغير حلو. تحياتي واحد الاحساء. Yes.